تاني حاجة، هل احنا الحقيقة ان احنا بقالنا من 2018 او 2019 بنتكلم على نفس لستة الشركات، لدرجة ان احنا حفظناها اظن 10 شركات وزاد عليهم شركتين من الخدمة الوطنية. هل احنا بنتكلم على نفس الشركات ولا لا؟ بنتكلم على شركات الخدمة الوطنية ولا ما بقاش في كلام عن شركات الخدمة الوطنية؟ هل هم اتنين ولا زادوا؟ كل دي اسئلة مهمة محتاجين تفاصيلها. رئيس الوزراء قال خلال اسبوعين هنطرح هذا الامر. التقييم طبعا هيبقى موضوع مهم. هل اللي اخر الناس التقييم لما حصل الديفالويشن مثلا، الناس اللي كانت جايه تشتري من المستثمرين الاستراتيجيين ممكن يكونوا قالوا لا نستنى بقى لما الدولار يثبت عشان نقدر نفهم التقييم؟ ده منطقي وممكن يكون حصل. خلونا نعرف بعض التفاصيل ونحاول نفهم من الاستاذ محمد ماهر رئيس الجمعيه المصريه للاوراق الماليه. مساء الخير. مساء الخير. هل يعني توقعاتك ايه، بورصه ولا يعني ما قال رئيس الوزراء هنطرح خلال اسبوعين جدول كله 23 سنه 23؟ طبعا احنا سمعنا الكلام ده قبل كده لكن نتمنى بقى ان المره دي يتم تنفيذه. متوقع حضرتك انه اولا بنتكلم على امتى وبنتكلم على بورصه ولا مستثمر ولا مستثمر استراتيجي ولا صندوق ما قبل الطروحات؟ اعتقد هو يعني مع دوله رئيس الوزراء بيتكلم او كلامه النهارده كان على البورصه بالدرجه الاولى، ولكن هذا لا يمنع ان هناك خطه ايضا للشركات المطروحه للمستثمرين الاستراتيجيين. يعني سمعنا كلام كثير على شركات زي ايجوس، زي شركات الخدمه الوطنيه، سواء قطاع الطاقه او في قطاع الصناعات الغذائيه والميه. يعني في دي دول حاجات للمستثمر الاستراتيجي، ولكن الكلام دولة رئيس الوزراء النهارده على الطروحات للبورصه. طبعا كان اعلن الاستاذ رامي دكاني اللي هو رئيس البورصه من فتره عن ان في اربع شركات، وكان بيتكلم على اللي هم يعني بقى لنا فتره بيتكلم عليهم زي ما حضرتك تفضلتي، شركه القاهره، مصر تنميه الحياه، شركه الحط المصريه، وشركه ايلاب في قطاع البترول. ولكن هناك ايضا شركات اخرى القايمه اللي هي اعلن عنها ان في هيعلن عنها الاسابيع القادمه، اللي هي مكونه من 12 شركه قد تتضمن هذه الشركات الاربعه بالاضافه الى شركات اخرى. يعني في برضه قطاع البترول وقطاع الخدمات اللوجستيه وشركه التأمين وبنك القاهره زي ما كان سبق واعلن من قبل. فاعتقد الفتره الجايه ستشهد كلام على مستويين، سواء على الاستثمار الاستراتيجي وصندوق ما قبل الطروحات، وايضا على شركات يتم طرحها في البورصه. طب معلش نشرح للناس تاني استاذ ماهر، ما هو صندوق ما قبل الطروحات؟ صندوق ما قبل الطروحات هو لما يكون هناك قرار ان في شركه او شركات يتم طرحها مستقبلا، سواء على فكره للبورصه او للمستثمر الاستراتيجي، فالصندوق ده بتخش فيه الشركات، لان دايما ما دام نميت اعداد شركه للطرح، يعني الامر ده ما بيبقاش خلال شهر ولا اثنين، الامر ده بياخد سنه وسنتين تجهيز. سواء احنا بقالنا يعني اربع سنين او خمسه، احنا بقالنا من ايام ما كنت في سي بي سي على فكره، ده من كتير قوي. ايوه، ما عشان كده انا بقول لك كل ما يعني قديم قوي، فمش محتاج شهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين، ده من زمان. هو اقول لحضرتك يعني طبعا ما كانش الاجراءات اتخذت بتم حاليا، يعني مجموعه الشركات اللي هي مطروحه المستثمر الاستراتيجي دي تم تجهيزها من ناحيه الحوكمه، من ناحيه الافصاحات، من ناحيه الهياكل التي تكون موجوده يعني لخدمه المستثمر او لايصال المعلومات او لاعداد النظام المالي للشركه يتواكب مع المستثمرين. فده شيء ضروري جدا، سواء الطرح للمستثمر الاستراتيجي او للطرح للبورصه، لان البورصه تتطلب برضه تطبيق مبادئ حوكمه، تطبيق طبعا نظام افصاحات، تطبيق يعني قواعد ماليه يمكن قراءتها للمستثمر بسهوله، وده نوع من التدريب والاعداد لازم يتم. الرساله بقى للمستثمرين والرساله للبورصه، يعني هذه يعني تصريحات النهارده تصريحات ايجابيه وفيها رساله بوزيتيف ايجابيه، فرساله ايه في رايك؟ بالتاكيد هي رساله ايجابيه. طبعا احنا يعني زي ما تفضلتي برضو ان دايما المستثمر في الفتره اللي فاتت كان منتظر، لان احنا يعني موضوع كان وجود سعرين للصرف الجنيه المصري يصدر العملات الاجنبيه، ده كان شيء مزعج جدا للمستثمر، وكان دايما يعني ممكن اخش النهارده بسعر وبعد شهرين ثلاثه الاقي ان انا خسرت في العمله
اكتر من انا بكسبه في الشركه، طبعا ما حدش بيقبل كده. فاعتقد الوقت دلوقتي ملائم جدا، واتمنى ما تضيعش الفرصه دي زي ما ضاعت مننا في الفرصه في 2017. صحيح. يعني في 2017 كان عندنا فرصه ذهبيه ايضا احنا نعمل طروحات، وتاخرنا والوقت جري وجت كورونا، فالحقيقه ما قدرناش ان احنا نعمل حاجه في هذا المجال. وده شيء مهم جدا، يعني نجاح برنامج الطروحات جزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي من ناحيه، وجزء من مصادر توفير الدخل الاجنبي لمصر في بطريقه سريعه، زي ما حكيت يعني كنا في برنامج اخر مع حضرتك، كان يعني نقول من اسرع الحاجات ان يتم الطروحات. يعني اتوقعي السنه دي يمكن من اصعب السنوات في وضع الاحتياجات لعجز العمله، السنه دي 23 و24، واسرع حاجه ان احنا يتم بيع بعض الشركات او الاصول، مش بيع كلي ولكن بيع جزئي زي ما هو معلن دائما. وده بيوفر حاجتين، بيوفر عمله بالنسبه للمستثمرين الاستراتيجيين لما يخشوا، والحاجه الثانيه اعتقد ان هذا الدخول لمستثمرين اخرين من خارج الاطار الحكومي بيحسن اداء هذه الشركات ويؤدي لتطويرها. وشفنا ده حصل في كثير من الشركات. نعم. اللي تم بيع جزء فيها خلال الفتره السابقه. شكرا استاذ محمد ماهر، رئيس الجمعيه المصريه لاوراق الماليه.